اولا انا اول حاجه في الجمعيه هنا، فاكتر يوم بنستناه من السنه للسنه بنعلم فيه اولادنا التراث القديم اللي هم اصلا ما يعرفوش عنه حاجه، فبيبقوا اليوم ده بيبقى فرحه. بنشارك حبايبنا واخواننا كلهم، يعتبر اليوم اللي بنتجمع فيه كاخوات وقرايب وكاصدقاء، وممكن نتعرف على اصدقاء جدد كل سنه. بنعمل حاجات بايدينا واولادنا برضو بيشاركوا معانا، وبيبقى طعم الكحك اللي معمول بالايد بيبقى ليه فرحه لينا ولاولادنا، واللي انت بتشارك وبتهادي بيه ناس تانية. شفتوا بتستخدموا المناقيش اليدوي، ليه مش بتستخدموا الطباعات الجديده والمكنه؟ حضرتك هو ان انت بتعمل حاجه بايديك بتبقى حاجه حلوه. الالات اللي هي الجديده الحديثه انت مجرد طباعه، لكن انت بتشكل العجين بنفسك غير ما نحطه في اله ومجرد ان انا اكبس عليه، لكن انا بعمله بايدي وبكوره بايدي، دي بتبقى متعه. بتقولي انك اول مره تشارك، ايه الرساله اللي ممكن نوصلها من التجمع الجميل ده؟ اللي احنا بنتجمع كلنا من يعني كصله رحم وكقرايب، فدي بتبقى ميزه كويسه قوي ان انت بتبقى قرايبك وحبايبك، انت بتتجمع في يوم وكل واحد بيبقى مشغول، اليوم ده الوحيد اللي احنا بنجتمع فيه سوا، فبتبقى فرحه اكتر، مشاغل الحياه والدنيا. ندى محمد، عضو مجلس اداره جمعيه انتيكا التنمويه الخيريه. احنا النهارده في ايفنت ليله القدر، احنا شغالين ده السنه التاسعه للايفنت. كل سنه بنعمل الكحك على الطريقه المصريه التراثيه. بنشتغل في منطقه كرموز وكوم شقيفه. كل الناس اللي معانا النهارده من المتطوعين واهالي المنطقه، هم المتطوعين في اليوم وهم اللي بيعملوا الكحك، وهم اللي بيبداوا ينقشوا، وهم اللي بيبداوا يغبزوا، بالاضافه الى ان احنا بيكون معانا جزء من المجتمع السكندري، معانا جزء من الاصدقاء والاهل والاقارب، كلنا بنكون مشاركين في اليوم. وبعدين بنعمل اطول مائده افطار في منطقه كرموز وكوم شقيفه، وبنبدا نفطر فيها مع بعض، وبعد ما الفطار بيتم توزيع الكحك على الاسر الاقل حظا، وبنوزع العاديات بقى وزكاه المال والحاجات دي. الفكره دي جت لكم منين؟ احنا من 9 سنين اكتشفنا ان في ناس مش بتاكل كحك في العيد. بما اننا جمعيه خيريه وعندنا حالات كتير، احنا عندنا ما يقرب من 700 حاله تقريبا، واحنا بنعمل اكتشفنا ان في ناس اولاد صغيرين من الجيل اللي طالع مش عارف ان في كحك بيتعمل اصلا، هو فاكر ان الكحك ده بيتباع عند الحلوانيه بس كده، ما بيتعملش في البيت، وان احنا زمان كانت امهاتنا واجدادنا بيجمعونا علشان خاطر نعملوا كحك في البيت. فبدانا ان احنا نقول للاصدقاء والقرايب طب تعالوا خدوا الاكسبيرينس معانا ولادكم شوفوا التجربه، فحبوا الموضوع جدا وبداوا ان هم بيجوا كل سنه. الاهل والبنات والستات اللي في الجمعيه بيبقوا مستنيين، البنات الشابات الصغيرين متطوعين معتبرين ان ده يوم من ايام العيد، يوم ليله القدر ده يعني هو زي الوقفه كده عندهم، بيكونوا فرحانين فيه، بيبداوا ان هم يجهزوا نفسهم لليوم. احنا من شهر تقريبا بنجهز لليوم النهارده، من اول يوم رمضان واحنا بنحضر. تاني حاجه احنا بدانا خبز من يوم السبت اللي فات، يعني مش من النهارده، احنا من يعني لا يتخبز النهارده هنبقى وصلنا تقريبا ل 300 علبه كحك. يعني تقريبا كام كيلو دي؟ اشتغلنا تقريبا تقريبا على 220 كيلو دقيق. تمام، احنا خبزنا تقريبا 220 كيلو دقيق، هيطلعوا حوالي نص طن كحك للتوزيع. يعني بيتم التوزيع على المتطوعين طبعا اولا واخيرا في الجمعيه، لان هم دول الاساس بتوع الجمعيه، هم اللي شايلين اليوم على اكتافهم، هم اللي تعبانين في كل حاجه، يمكن منهم كتير جنود مجهوله لليوم في الجمعيه. احنا بنشتغل على الفطير المشلتت، معظم الستات الموجوده الكبار في السن هم من اهل الفلاحين والصعيد، فهم بيعملوا مخبوزات حلوه جدا، فاحنا مش بنستعين بحد من الخارج يشتغل، لا احنا بنكون شغالين على الطريقه القديمه، من فطير من قرص من الحاجات دي، احنا طول السنه بنعمل دوت.